بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 9/5/2016 تم قصف مدينة معطل النعمان بالطيران الحربي، أدت إلى إصابة في سوق يسمى سوق البزر جانب الجامع الكبير، أدت إلى إصابة واحدة أخرجناها تحت الأنقاض بالتعاون مع الدفاع المدني، تم نقلها إلى المشافي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يتم قصف، الآن قصف مركز إدلب الآن، ومنذ ربع ساعة تقريبا قصفت أريحة وأوريم الجوز.